القطاعات الحكوميه واخا السيد رئيس الحكومه تيقول لك اسيدي نتوما ما نناقش معاكم، ما عندكمش التمثيليه. ايوا سيدي ياك التمثيليه، حنا راه عندنا 6% في القطاع الخاص وحيدتينا من صندوق الضمان الاجتماعي. علاش؟ لان كنجيو تنقولوا لا، الله بين هذا منكر، وعطى النقابه غير منتدى في القطاع الخاص جوج مقاعد في القطاع الخاص في صندوق الضمان الاجتماعي. ايوا اشرح للناس. عذراء الادريسي، نائبه رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. اليوم كجميع الاقاليم في المغرب جئنا ننظم وقفات احتجاجيه في جميع اقاليم المملكه المغربيه لنندد بهذا الغلاء المفرط والغلاء الفاحش للمعيشه الذي نعيشه في المغرب. نقولها مره اخرى وللصرخه الالف بالنسبه لهذه الحكومه، فالمعيشه اصبحت غاليه على الناس، الناس ما بقاوش يلقاو ما ياكلوا، وهذا الشيء عارفه فهمتي الحكومه وعارفينه، فلا بد من القيام باجراءات استعجاليه لانقاذ الوضع. ان تكون هذه الحكومه حكومه اجتماعيه تفكر في المسكين وتفكر في الطبقه المتوسطه وتفكر كذلك في الغني، وليس فقط تفكر في الغني. الان هناك فوارق اجتماعيه كبيره في المجتمع المغربي، وهذا الذي لا نريده، وهذا لا يتماشى مع السياسه التنمويه التي قرها صاحب الجلاله. فلذلك نقول رجاء اخذ بعين الاعتبار الطبقه الكادحه، الطبقه التي الان لا تجد باش تشري حولي العيد. فكيف يعقل ان نقول ان المتوسط الحولي موجود الان 4000 5000 درهم؟ كيف للطبقه المتوسطه، كيف حتى للطبقه المتوسطه ان تشتري مثل هذه الاكباش بهذه الاسعار؟ فلذلك نطالب بحمايه اجتماعيه، بسياسات اجتماعيه تحمي سواء الطبقه المتوسطه أو تحمي كذلك الطبقة الكادحة. كما نقول بأن هذه سياسة معالجات الملفات الفئوية هي معالجة خاطئة، يجب أن تكون معالجة لجميع الملفات دون إقصاء فئة عن فئة. أننا نزيد مثلا الأطباء ونقصيو مثلا المهندسين، ولا نزيدو الأساتذة ونقصيو فهمتي المتصرفين، فيجب معالجة جميع الملفات، لأنهم كل هذه الطبقات تشكل الطبقة المتوسطة والتي هي صمام الامان بالنسبه للمغاربه. كذلك نقول هناك وعود قطعتها عن نفسها الحكومه من زياده 2500 درهم للاستاذ وغيرها واعاده الاعتبار للمدرسه العموميه. للاسف الان ليس هناك اعاده، بل كاين هروب من المدرسه العموميه الى القطاع الخاص. ونقول بالمناسبه، هل هذا في اطار كل هذا الزخم من المشاكل وفي اطار ما تعيشه الاوضاع الدول العربيه خاصه بعد الهجوم الهمجي لاسرائيل عن غزه، هل هذا وقت لقيام مهرجان مثل مهرجان موازين؟ هل هذا هو التوقيت المناسب للاحتفال؟ بماذا سنحتفل؟ هل سنحتفل على دماء اخواننا واطفالنا في فلسطين؟ فرجاء نطالب اليوم بالغاء مهرجان موازين وباعاده الاعتبار الى الطبقه الكادحه في المغرب. هشام عيطدرا، المدير المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. فيعني هاد الوقفه اللي كتنظمها اليوم، اللي كينظمها المكتب الاقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اقليم الرباط كما كتشوفوا امام البرلمان، هي تاتي يعني كصرخه ديال الاتحاد الوطني للشغل المغرب، اللي بغات يوصل الصوت ديال المواطن المغربي اللي اليوم تيعاني من يعني القهر، وتيعاني من ظروف يعني اجتماعيه مزريه بسبب السياسات الحكوميه اللي يعني يعني الحيط القصير للحلول. الاشكالات اللي كتلقاها هو اللجوء الى الجيب ديال المواطن البسيط. فإذا تبعنا المسار ديال السياسات الحكوميه منذ التنصيب ديالها، تنشوفوا بان جل الاجراءات الاجتماعيه اللي كتقوم بها يا اما سياسات عرجاء، يا اما سياسات اللي كتزيد تكرس يعني هذا القهر الاجتماعي اللي كيعاني منه المواطن المغربي. اخر يعني الانجازات الحكوميه في هذا المجال هي الزياده في السعر ديال البوطه، وكما قال السيد رئيس الحكومه هذه زياده اولى، انها غتبعها زياده ثانيه في افق التحرير ديال هذه الماده يعني في افق 2026، مما يعني ان هذا المسار ديال تفقير الفقراء مازال مستمر مع هذه الحكومه. وهذا الامر هذا نخشى بانه يخلق واحد الفتنه في البلاد ديالنا، لان اي متتبع
التفاعل وفي الوسائل ديال التواصل الاجتماعي تيشوف باللي المغاربه ان يوصلوا لواحد الحد اللي اصبح لا يحتمل. فكاينه حلول اخرى اللي ممكن الحكومات ديرها لحل الاشكالات ديالها، من بينها كما تنقولوا مثلا السعر ديال البنزين ديال الغازوال اللي هو تنشوفوا السيد رئيس الحكومه هو الفاعل الاول في هذا المجال. ففي عوض هنا اولا كاين تضارب المصالح، وثانيا كنشوفوا بان هذه الماده يعني السوق ديال السوق العالمي كتوقع مجموعه ديال انخفاضات ما كتنعكسش على الاسعار ديال هذه الماده على المستوى الوطني. ف يعني مجموعه ديال السياسات اللي كتزيد في تأزيم هذا الوضع الاجتماعي. فنرسلوا من هذه الوقفه هذه واحد الصرخه نيابه عن المواطنين المغاربه لهذه الحكومه، باش يعني تقلب على حلول الازمات والاشكالات اللي عندها بعيدا على الجيب ديال المواطن. وحنا داخلين الان على الشعيره ديال عيد الاضحى، فحنا كنشوفوا الارتفاع المهول في الاثمنه ديال الحواله، ومجموعه ديال الناس الطبقات البسيطه والفقيره يعني تتعبر بشكل واضح، وهذا معروف واخا ما يعبروش عليه، بان ما كايناش القدره ديال المواطن اليوم باش يعيد يعني باش يفرح وليداته باش يؤدي هذه الشعيره، رغم ان الحكومه خصات واحد الدعم باش تنقص من الاسعار ديال الاضاحي، ولكن دائما السياسات العرجاء فعاود ما تمشي الدعم يعني الفلاح المغربي وتوجه هذا الدعم هذا مباشره باش نعش هذا القطاع الفلاحي وينعكس يعني التخفيض ديال الاسعار ديال الاضاحي، فهي كتزيد تغني يعني المستثمرين والمقاولين الكبار في هذا المجال. فلذلك هذه الصرخه لهذه الحكومه بانها يعني تنظر يعني بعين يعني نقولوا تؤدي المسؤوليه ديالها تجاه المواطن المغربي، وتقلب على الحلول بعيدا عن الجيوب ديال المواطن المغربي. هذه الرساله اللي بغينا نقولوا هي الرساله الاساسيه اللي بغينا نرسلوها من خلال هذه الوقفه اليوم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.